شباب معلش، كنا بنتكلم على الجول بلادر وديزيزز اوف ذا بيلياري تري. زي ما احنا متعودين، اول حاجه هنتكلم عليها هي الاناتومي. نتكلم على الاناتومي اوف ذا جول بلادر. احنا عارفين ان الجول بلادر شكلها عامل زي كومتراية كده، موجوده اناتوميكالي في الرايت هايبوكوندريوم. مقاسها تقريبا بيبقى حوالي من 7 إلى 12 سنتي، يعني variable ما بين شخص إلى آخر. الكاباسيتي بتاعتها إنها بت contain تقريبا حوالي 50 ملي اوف بايل. الجول بلادر اناتوميكالي متقسمة إلى 3 parts: الفاندس اوف ذا جول بلادر، البودي، والنك اللي في الاخر بيبتدي يحصل ناروينج عشان تعمل لنا السيستيك داكت. السيستيك داكت تقريبا الدايمتر بتاعها ما بيزيدش عن من واحد الى ثلاثة، طولها اسف من 1 إلى 3 سنتيمتر، والدايمتر بتاعها ما بيزيدش عن 1 ملي. عند نهايتها بيبقى فيه زي اناتوميكال فالفز كده موجودة. الفالف اوف هيستر او هايستر عبارة عن سبايرال فولدز اوف ذا ميوكوزا، والمفروض ان فيها اناتوميكال سفنكتر برضو موجود من المصل، اللي بيبقى عبارة عن كوندنسيشن اوف سموث مصل فايبر اللي احنا بنسميه سفنكتر اوف لوتكنز. الجول بلادر بتنتهي في الاخر بالسيستيك داكت. هذه السيستيك داكت بتجوين الكومن هيباتيك داكت اللي هي جاي من الكونفلونس ما بين الرايت هيباتيك والليفت هيباتيك داكت، عشان الاثنين يجوين مع بعض ويعملوا لنا الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت اللي هي بتدرين البايل من الجول بلادر ومن الليفر، بتبقى نتيجة اناتوميكالي عبارة عن زي ما قلنا من الاول انها بتجوين السيستيك داكت مع الكومن هيباتيك داكت عشان يعملوا لنا الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي تقريبا طولها بيبقى حوالي 7.5 سنتي، ومتقسمة إلى 4 parts. بارت فوق الديودينم ده بنقول عليه السوبرا ديودينال بارت، وده بيبقى طوله تقريبا 2.5 سنتي. في جزء منها ماشي ورا الفيرست بارت اوف ديودينم اللي بنقول عليه ريترو ديودينال بارت، جزء تحت الديودينم بنقول عليه الانفرا ديودينال بارت، وده جزء مهم هنعرف بعد كده في سبجكتس اخرى ان هو اهميته ان هو بيجروف
الـ posterior surface of the pancreas، بمعنى إن لو حصل أي enlargement of this head هيبتدي يعمل pressure على الـ common bile duct اللي هو الـ infraduodenal part، وبالتالي يعمل لنا disease اسمه obstructive jaundice، يعني there is obstruction of the flow of bile من الـ common bile duct down to the duodenum. آخر جزء اللي موجود تحت اللي هو الـ intraduodenal part اللي هو بيفتح في الـ middle of the second part بعد ما بيبقى joined مع الـ pancreatic duct عن طريق common channel، هما الاتنين بيفتحوا مع بعض في الآخر in تقريبا 95% of population أو في الـ human beings، وبيبقى surrounded بسفنكتر بنسميه سفنكتر of Oddi. جزء مهم بس عايز انوه عليه ليه some clinical importance هو الجزء السوبرا ديودينال بارت. السوبرا ديودينال بارت ده زي لو تتذكروا من الترم اللي فات انه كان ماشي في الفري edge of the lesser sac. الليسر ساك اللي هي جزء كان من البريتونيال كافيتي اللي لما حصل روتيشن اوف ذا ستومك لو تتذكروا بيبتدي الستومك تلف، خدت جزء من هذا البيج سبيس اوف ذا بريتونيال كافيتي بقى محطوط ورا الستومك اللي احنا بنقول عليه الليسر ساك. عند هذا الليسر ساك اللي بيعدي عليه او بيعدي فيه الفري ايدج بيعدي الكومن هيباتيك او كومن بايل داكت بيبقى وراه او يعني وراه او على يمينه شويه او اسف على شماله شويه بيبقى فيه الكومن هيباتيك ارتري، هما الاثنين وراهم على طول بيبقى فيه البورتال فين، بعد كده بيبقى فيه الاوبننج اللي هي بنقول عليها الفوريمن اوف وينسلو اللي هي كانت بتدخل جوه الى الليسر ساك. ايه اهميه الكلام اللي انا بقوله ده؟ اهميته ان في عمليات الليفر اللي احنا بنعمل فيها هيباتيكتومي او بنشيل سيجمنت اللي هي السيجمنتكتومي، او لو عيان في تروما في الليفر وانا فاتح العيان ده فور اكسبلوريشن وعندي بليدنج جاي من الليفر، في مانوفر بيتعمل مهم جدا بنسميه برينجل مانوفر. ما هو البرينجل مانوفر ده؟ هو عبارة عن انا بدخل صباعي الاندكس فينجر في الفوريمن اوف وينسلو او الاوبننج اوف ذا ليسر ساك، وصباعي التاني اللي فوق اللي هو الثمب ضاغط على مجموعة من الستراكشرز اللي هي الكومن بايل داكت والهيباتيك ارتري والبورتال فين عشان يعمل كومبريشن لهذه الاستراكشرز بما فيها الفيسلز، فبالتالي اقدر اعمل كنترول للبليدنج اللي موجود في الليفر. بعد ما اخلص الكنترول بتاعي بريليف هذا البريشر عشان امنتين تاني السيركيليشن. دي الشكل المفروض ان هو الكومن شانل اللي هي الشانل اللي بتشير اللور اند اوف ذا كومن بايل داكت مع البنكرياتيك داكت عشان الاثنين يفتحوا في كومن شانل واحده اللي هي تدرين في الاخر عند الميدل اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديودينم عند الامبولا اوف واتر. البلاد سبلاي اوف ذا جول بلادر جاي لها برانش واحد مهم اللي هو السيستيك ارتري اللي هو برانش فروم ذا رايت هيباتيك ارتري، يوجوالي بيعدي بيهايند ذا كومن بايل كومن هيباتيك داكت عشان يمشي مع السيستيك داكت ويخش سبلاي الجول بلادر. الفينس درينج مختلف شويه، يعني مفيش حاجه اسمها سيستيك فين. الفينز او الفينس درينج of the gallbladder بتدرين directly من الجول بلادر على الليفر عن طريق
الجول بلادر فوسة اللي هي المكان اللي الجول بلادر لازقه فيه على الليفر. الليمفاتيك درينج عن طريق الليمف نود في مجموعه من البلكسس اللي هي موجوده سب سيروزا وسب ميوكوزا بالدرين في الاخر الى ليمف نود مشهوره اللي بنسميها ليمف نود اوف لاند اللي هي موجوده عند الجنكشن ما بين السيستيك ارتري وما بين الرايت هيباتيك ارتري، يعني من عند الاوريجن اوف ذا سيستيك ارتري. بعد كده طبعا هتمشي للسنترال ليمف نود اللي هي عن طريق السيلياك نود. امال ايه هو البلاد سبلاي اوف ذا كومن بايل داكت او البيلياري او الاكسترا هيباتيك بيلياري تري؟ في تو سيتس اوف انستموزيز بيحصلوا مهمين جدا، ودول موجودين تقريبا عند الساعه 3 والساعه 6 في الكومن بايل داكت، ودول جايين عن طريق انستموزيس اوف ذا بلاد فيسلز جايه من فوق وبلاد فيسلز جايه من تحت. اللي جاي من فوق واللي بيسبلاي مين للابر بارت اوف ذا كومن بايل داكت مع الهيباتيك داكتس اللي هو السيستيك ارتري والرايت هيباتيك ارتري. الجزء اللي تحت جاي له البلاد سبلاي بتاعه عن طريق البرانشز جايه من الجاسترو ديودينال ارتري و السوبيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتر. يبقى الجزء الابر عرفنا جاي منين والجزء اللور جاي منين، بيدوا برانشز تسبلاي الميدل بارت اوف ذا كومن بايل داكت. انا بقول ليه مين لان البلاد سبلاي بتاعه ماشي عند الساعة 3 والساعة 6 اللي هي البرانشز اللي بتطلع من المين ارترز اللي انا قلت عليها، لان في عمليات ساعات بنحتاج ان احنا نفتح الكومن بايل داكت عشان نطلع ستونز موجوده جواها، فلما بنيجي نفتح الكومن بايل داكت يوجوالي بنفتحها عند الساعه 12 كده اللي هو عند الميدل اوف ذا انتيرير سيرفيس اوف ذا كومن بايل داكت. في عندنا نتيجه الاناتوميكال الديستريبيوشن اللي موجود ده من الهيباتيك داكت والسيستيك داكت والكلام ده كله، في عندنا تو تريانجلز مهمين قوي ودول بيهمونا لان دول they are landmarks during surgery for removal of the gallbladder او العمليه اللي احنا بنسميها كوليسيستكتومي. اول واحد فيهم هو الهيباتوسيستيك تريانجل اللي هو ايه الباوندريز بتاعته؟ الباوندريز بتاعته البيز is the inferior surface of the liver. الرايت ليمب بتاعه عباره عن السيستيك داكت والبروكسيمال بارت اوف ذا جول بلادر. الليمب بتاعه الشمال هو عباره عن الكومن هيباتيك داكت. ايه الكونتنتس بتاعته هذا التريانجل؟ الكونتنت بتاعته is the cystic artery. طيب مال ايه التريانجل التاني؟ وده اللي يهمنا لان احنا لازم نعمل له identification during operations for cholecystectomy اللي هو تريانجل of Kalu او Kalu تريانجل. ايه الباوندريز بتاعته؟ عبارة عن البيز بتاعه بقى نازل تحت شوية اللي هو cystic artery، لكن الرايت ليمب برضه ستيل السيستيك داكت والليفت ليمب ستيل الكومن هيباتيك داكت. ايه الكونتنتس بتاعته هنا هذا التريانجل؟ الكونتنت الحاجه الوحيده اللي موجوده فيه هي الليمف نود اوف لاند. يبقى احنا ديورينج اوبريشنز فور كوليسيستكتومي وي هاف تو ايدنتيفاي ذيس كالو تريانجل عن مجرد عشان لما بايدنتيفاي هذا التريانجل بقدر اطلع السيستيك داكت وبقدر ايدنتيفاي السيستيك ارتري واقدر اربطهم واقدر اشيل المراره، لان انا لو شلت بدون ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن ده عندي تشانسز كبيره قوي ان انا اعور الكومن هيباتيك داكت او اعور الرايت
هيباتيك دكت. الكونجنتال انوماليز، المنطقه دي الحقيقه مشهوره بالانوماليز، سواء انوماليز في الجول بلادر او انوماليز في السيستيك داكت او انوماليز في السيستيك ارتري. ودي طبعا الجراح اللي بيشتغل ان ذيس اريا لازم يبقى ميتيكولس ولازم يبقى اورينتد بذيس كونجنتال انوماليز. ايه الكونجنتال انوماليز؟ يعني لو بصينا على الجول بلادر مبدئيا كده هنلاقي ان في عندي ممكن الجول بلادر بيبقى عندي دوبليكيشن فيها، عندي اتنين جول بلادر وممكن الاتنين فاتحين ثرو سنجل داكت او كل واحده منهم بسيبريت داكت. ممكن يبقى عندي الجول بلادر بتاعتي فيها حاجه اسمها فريجيان كاب. ايه هي الفريجيان كاب دي؟ دي عباره عن يعني شكل في الاناتومي كده، ان الفندس اوف ذا جول بلادر بتلاقيه فولدد على نفسه في الاخر كده، وبيبقى عامل زي الطاقيه اللي هما كانوا جماعه الفريجيانز في جزيره معينه في البحر الابيض كانوا بيلبسوها، فسموا هذا المنظر شبه الطاقيه اللي بيلبسوها، فعشان كده سموه فريجيان كاب. ساعات بيبقى في مناظر تانية، ان عندنا السيستك داكت بتلاقيها لو انسرشن، نازله تحت خالص، يعني زي الصوره اللي عندنا اف دي، لا السيستك داكت نازله تحت خالص لغايه اللور اند اوف ذا كومن هيباتيك داكت، يعني تلاقي الكومن هيباتيك داكت بقت طويله والسيستك داكت ماشيه بارلل ليها لغايه لما تفتح معاها at the lower end of the common hepatic duct. نورمالي اللي هو المنظر الموجود في الصورة ايه ده؟ انها بتفتح على الرايت سايد اوف ذا كومن هيباتيك داكت. ساعات بتلف الجول بلادر وتفتح على الناحية الليفت، ممكن تفتح يا اما انتيرير يا اما زي المنظر سي تلف من وراها وتفتح بوستيرير. ساعات بيبقى عندنا فيري شورت سيستيك داكت، بحيث ان الجول بلادر تلاقيها تقريبا زي ما تكون لازقه في الكومن هيباتيك داكت. كل دي فاريشنز لازم الواحد يبقى واخد باله منها، لان الغرض من العمليه دي في الاخر ان انا ايدنتيفاي او بروبر ايدنتيفيكيشن اوف ذا سيستيك داكت عشان ما اعملش انجري لاذر بارت اوف ذا بيلياري تري. الانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في الارتري، ان ممكن تلاقي ان الارتري بدل ما هو معدي من ورا الرايت هيباتيك داكت هتلاقيه معدي من قدامها، وعامل ساعات بيبقى فيه الرايت هيباتيك ارتري عامل بيبقى عامل زي كيرف كده قدامها، ونتلخبط فيه نفتكره هو السيستيك ارتري ونربطه اللي احنا بنسميه كاتر بيلر تيرن. وساعات بقى ان في داكت بتبقى جايه اكسسوري جايه من تحت خالص من عند الجاسترو ديودينال ارتري. ده طبعا جزء بسيط من الفاريشنز، في فاريشنز كتير قوي، بس انا يعني اديت دول كاكزامبلز عشان نبقى متخيلين ان احنا قد ايه لازم نبقى ميتيكولس واحنا بنشتغل في الجول بلادر، ولازم نعمل بروبر ايدنتيفيكيشن اوف ذا كالو تريانجل. الجول بلادر ايه الفانكشن بتاعها؟ الفانكشن الرئيسي بتاعها هي ستورج اوف بايل. عارفين ان الليفر تقريبا بينزل حوالي لتر لتر ونص في اليوم من البايل، معظم هذا البايل بيبقى 97% منه ميه، 2% سولتس بايل سولتس، 1% بيجمنت مع مجموعه بارتكلز اخرى زي الكوليسترول و الفاتي اسيدز. دور الجول بلادر انها بتعمل كونسنتريشن في البايل عن طريق ايه؟ عن طريق انها بتابزورب كميه كبيره من الووتر اللي سكريتد او ستورد فيها عن طريق الليفر. How do we investigate the gallbladder بقى والبيلياري تري؟ الانفستيجيشنز الافيلبل عندنا اللي احنا بنستخدمها، يعني انا حطيتهولكم ك
كده الانفستيجيشنز، وهنتكلم عليهم طبعا واحد واحد، وكل واحد من دول طبعا ليه انديكيشنز، في حاجات موجوده مكتوبه يعني ده ليها تاريخ هيستوريكال راذر ذان اوف كلينيكال ابلكيشن، لكن بنحب ان احنا نقوله عشان تبقى انت اورينتد برضو لو سمعت عن هذا التست. اول حاجه او الموست سمبل تيست طبعا هو البلين اكس راي. البلين اكس راي يوجوالي مالهاش دور قوي في الدايجنوزس اوف جول بلادر ديزيزز، لان احنا بنستخدمها عشان نشوف اذا كان فيها اوباسيتي موجوده. اوباسيتي معناها ان في ستونز او كالسيوم ديبوزيتس فيها، فتقريبا 90% من الجول بلادر ستونز ار راديو لوسنت، يعني ما بيبانوش في الاشعه. لكن يعني دي الصوره اللي موجوده على ايدينا اليمين دي حاجه من الحاجات اللي يعني قليله الظهور، ان زي ما احنا شايفين ادي الجول بلادر بتاعتنا وجواها موجود في مجموعه من الراديو اوبيك شادوز اللي هي تمثل جول ستونز. بتبين لنا ساعات حاجه بنسميها بورسلين جول بلادر. ايه البورسلين جول بلادر؟ ان ساعات بيحصل زي ما باين في الصوره اللي على الشمال على ايديكم الشمال تحت دي بلين اكس راي، مبين ان في كالسيفيكيشن في الوول اوف ذا جول بلادر اللي هو البياض الزياده اللي عامل ديلينيشن للجول بلادر. ودي ليها الحقيقه كلينيكال امبورتنس، انها 25% من العيانين دول اللي بيبقى عندهم هذا المنظر ممكن بيبقوا اسوشيتد معاهم presence of gall bladder carcinoma. الصورة الثانية اللي موجودة في النص دي بلين اكس راي، مبينة في precipitation تحت باللون الأبيض كده في الجول بلادر، وده معناها ان بنقول عليه لايمي بايل، ان في بايل مترسب of high calcium content عشان كده ابتدى يبان اللون الأبيض. الالترا ساوند this is the gold standard investigation for the gallbladder، لانه في ميزات كتيره قوي. اولا نون انفيزيف، نمره 2 بيبين لي presence of stones، بيبين لي اذا كان في gallbladder wall is thickened ولا لا في حالات الكرونيك والاكيوت انفلاميشن، بيبين لي الدايامتر of the common bile duct اللي هو المفروض normally بيبقى من 4 الى 6 مليمتر، لو زاد عن كده طبعا بيبقى معناها ان الكومن بايل داكت از دايليت. الستون اللي بتبان في الالترا ساوند بتتشخص ازاي؟ يعني لو بصينا على الصوره اللي تحت هنلاقي ان في زي شادو وبياض لون ابيض جوه سواد، لكن هو بيعتمد التشخيص على بريزنس اوف بوستيريور شادو، ان هي في البياض اللي جوه الجول بلادر اللي باللون الاسود ده وراها مديه شادو ابيض، لان الاشعه او الالتراسونيك ويفز ما بتعديش او لا تخترق الحصوه، فبالتالي بتدي بلاك شادو ورا. يبقى الالترا ساوند از جولد ستاندرد انفستيجيشن في تشخيص الجول بلادر ديزيزز وبعض حالات الكومن بايل داكت، ان هو بيبين لي الكومن بايل داكت اذا كان فيها دايليتيشن ولا لا. عاده بيبقى صعب ان هو يبين لو كومن بايل داكت فيها ستونز ولا لا، لانها بتبقى مستخبيه ورا الكولون ما بتبقاش باينه نتيجه الجازس، بس يعني ساعات ممكن تظهر. في تو انفستيجيشنز يعني دلوقتي الحقيقه ما بقاش ليهم استخدام، بس بنحب نعدي عليهم كده لانه بقى ريبليسد بانفستيجيشنز اخرى اسهل وابسط ومور اكيورنت. اول واحد فيهم هو الاورال كولي سيستوجرام، ده كان انفستيجيشن بيتعمل عشان يشوف الفانكشن اوف ذا جول بلادر، لان الجول بلادر المفروض انها وقت الاكل وبالذات لو في فاتي ميل بتبتدي تكونتراكت،
فهو ميزة هذا التست ان هو كان بيبين الجول بلادر قبل الوجبة شكلها ايه، وبعد الوجبة بيأسس اذا كان فيها كونتراكشن ولا لا، وبرضه بيبين زي ما انتم شايفين فوق الصورة الصغيرة قوي دي اذا كان في فيلينج ديفكتس موجودة جوه اللي هي تمثل جول ستونز. كان بيتعمل ازاي التست ده؟ ان كان العيان بياخد قرصين او ثلاثة من صبغة معينة اسمها اورال تيليبيك، وبياخدها بالليل ليلة الفحص، بتمتص عن طريق الجي اي تي وتمشي عن طريق البورتال سيركيليشن لغاية لما توصل الليفر، سكريتد مع البايل، يحصل لها كونسنتريشن في الجول بلادر عشان كده تبتدي تظهر في الجول بلادر. يعني الداي اللي هي اللون الابيض الواضح ده في الجول بلادر ما بيبانش في الليفر، ليه؟ لان هو بيبان فقط لما يروح الجول بلادر ويبتدي يبقى كونسنتريت. ايه الفالسيز بقى بتاعت هذا التيست اللي خلتنا ما نبتدي ما نستخدموش؟ ان هو طبعا نمره واحد بيعتمد العيان خد الاقراص بالليل ولا لا، ممكن العيان يعني حد يوز في عقله كده يقول له لا يا عم سيبك من الاقراص انت تروح بكره تتصور الاشعه وخلاص، فممكن ما ياخدهاش. او ان هو يبقى عارف ان ساعات الصبغه دي بيبقى ليها مشاكل في الجي اي تي، بتعمل له نوزيا، ممكن تعمل جي اي تي ابسيت، فبيبقى عنده خلفيه عن الموضوع ده فبيخاف ياخدها. نمره اتنين ان ممكن ان السيستك داكت نفسها تبقى فيها اوبستراكشن، فبالتالي مش هيحصل فيها فيلينج، لان السيستك داكت هي دي الطريقه عن طريقها بيتملي الجول بلادر بالسكريشنز النازله من الليفر، فبالتالي مش هيحصل فيلينج. فعشان كده this test is almost abandoned، يعني ما بيتعملش. قالوا طيب احنا نحاول نشوف تيست ثاني اللي هو بيخلي ان يعني نسيب نفسنا او ما نعتمدش على ان العيان هياخد الاقراص ولا لا، فعملوا حاجه اسمها انترا فينس كولانجيوجرام. هي عباره عن صبغه اسمها بيلي جرام بتتاخد اي في، ولما بتتاخد اي في بتروح الليفر وتبقى سكريتد بعد كده في الجول بلادر، ونقدر ناسس برضو نفس الكلام كونتراكشن اوف ذا جول بلادر و presence of filling defects اللي هي الستونز. بس هذا التست برضو is abandoned لان الصبغه اللي بتستخدم او الداي بيبقى ليها سايد افكتس كتيره قوي، منها اهمهم اللي هي الالرجيك رياكشن. تيست تاني بنستخدمه عشان نشوف البيتنسي of the biliary tree، وده مين للبيتنسي بعد ما بنعمل عمليات معينه اللي هي بيبقى فيه obstruction في الكومن بايل داكت ونعمل باي باس، بنجيب جزء من الانتستن نعمل له انستوموزس مع الكومن هيباتيك داكت عشان ن overcome this obstruction. فيهمنا ان احنا نشوف البيتنسي of bile بيعدي من الكومن هيباتيك داكت للانتستن ولا لا. ونمره اتنين ليه دور مهم جدا وده تقريبا الجولد ستاندرد انفستيجيشن عشان نشخص بيه الاكيوت كوليستايتس اللي هي بيحصل ان في حصوه بتسد السيستك داكت، فبالتالي الجول بلادر بتبقى ديستندد وانفليمد. هذا التست هو الهايدا سكان. انفستيجيشن تاني مهم بيستخدم في، وده مينلي بنستخدمه في البيلياري تري اكتر مش في الجول بلادر، اللي هو الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي اللي هو الاي ار سي بي. ايه هو الاي ار سي بي ده؟ هو عباره عن منظار عامل زي منظار بتاع المعده والاسوفاجس، لكن ليه تو ثري كرايتيريا مختلفه. نمره واحد ان هو اطول شويه عشان يقدر يوصل الى السكند بارت اوف ديدينو. نمره اتنين ان هو الدايمتر بتاعه بيبقى اتخن شويه
لان بيبقى في شانلز كتيره عشان ساعات بنستخدمه ان احنا نطلع حصوات من الجول بلاد من الكومن بايل ده. نمره ثلاثة، ان الكاميرا بتاعته مش ات ذا تيب اوف ذا اندوسكوب، يعني مش في نهايته، لا دي موجوده في الاخر على جنب على زاويه، زي ما هو باين في الصوره فوق عندكم خالص، ان المنظار في اخره في بيفلينج كده اللي هو على اللاترال اسبكت، لان هو محتاج يبقى الكاميرا موجوده على جنب، لان هو بيشوف او بيدخل بروب معين عن طريق الامبوله اوف فاتر، وعشان يشوفها كويس لازم العدسه بتاعته تبقى جايه على جنب. ده انفستيجيشن بنستخدمه في ايه؟ لما بيبقى عين عنده obstructive jaundice، عايزين نشوف ايه سبب الاوبستراكشن. ونمره اتنين، ان احنا بنقدر نستخدمه في as a therapeutic method، ان انا اقدر اشيل بحصوات موجوده في الكومن بايل ده. يبقى ليه خاصيتين، واحده diagnostic، ونمره اتنين الخاصية الثانية هي intervention، أشيل بيه أي حصوات موجودة في الكومن بايل داكت. البيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيوجرام، بس قبل ما نخش على البيركوتينيوس نعرف إيه هي المشاكل اللي ممكن تحصل من الـ ERCP. نمرة واحد، إن هو طبعًا عشان يعمل كانيوليشن للأمبولة لازم بيعمل حاجة اسمها سفنكتروتومي، يقطع السفنكتر أوف أودي عشان يعرف يدخل الكانيولا بتاعته. ونمرة اتنين، عشان لو هيدخل باسكت اللي احنا بنسميها دورميا باسكت اللي بيقدر يسحب بيها الحصوات، فيبقى لازم الامبولا اوف فاتر از ديفايدد. فبتعمل الحقيقة في مش تلت مشاكل رئيسية ممكن يحصلوا من الاي ار اس بي. نمرة واحد، بليدنج، ان انا اعمل بليدنج وانا بعمل السفنكتروتومي بتاعتي. نمرة اتنين، ساعات بيحصل perforation of the duodenum، ان الراجل الاندوسكوبيست بتبقى ايده يعني تقيلة شوية، فهو بيعمل السفنكتروتومي تلاقيه جار شوية على الانتستن او الديودينم وخرم من الانتستن. نمرة تلاتة، ان هو لما بيدخل البروب بيحقن داي اللي هي اللون الابيض اللي موجود جوه كومن بايل داكت، والمفروض انها بتحقن برضو عن طريق الكومن شانل، فالبنكرياتيك داكت كمان بتبان، فبيعمل لنا كومبليكيشن الثالثه والمشهوره اللي هي اكيوت بنكرياتايتس. البي تي سي او البيركوتينيوس كولانجيوجرام ده لما تبقى الدنيا مقفوله بقى من تحت مش عارفين يخشوا عن طريق مناظير او حاجه، فبيحقنوا عن طريق الليفر، الليفر بيبقى obstructed، فبالتالي الكومن البيلياري راديكلز اللي موجوده جواه ار دايليتد، فبيقدر يحقن عن طريق الدايليتد داكتس دي بيركوتينيوسلي داي عشان يشوف الليفل اوف obstruction بتاعي موجود فين. او ان بدل ما هي بي تي دي بي تي سي بيبقى اسمها بي تي دي، بيركوتينيوس ترانسيباتيك درينج، من العيانين اللي هم ليت ستيج كانسر في الكومن بايل داكت او البورتا هيباتس، بنركب لهم في الليفر دايليتد داكتس اللي موجوده في الليفر، بنركب لهم ستنت او دبل جي قسطره معينه كده عشان تعمل درينج للبايل عشان امبروف الكواليتي اوف لايف بات نوت اللايف اكسبكتنسي. طبعا السي تي سكان والام ار، السي تي سكان ده بنستخدمه عشان نشوف اذا كان في فوكال ليجنز في الليفر، في موجوده في البيلياري اليمنت اللي موجوده في الليفر، او بنستخدمه طبعا عشان ستيجنج لو ناسس اذا كان في كانسر ولا حاجه نشوف الستيت اوف ليمف نودز. تيست جديد ابتدى يظهر من حوالي، يعني مش جديد قوي، بقاله 30 40 سنه ابتدى، وده راديو، وده بنسميه واحد من انواع الام ار اي او الماجنتيك ريزونانت ايمجينج اللي هو الام ار سي بي. ده عباره عن ام ار اي بيعتمد على الداي اللي هي البايل اللي موجود في البيلياري تري، فبيقدر يشخص لي
ديزيزز موجوده في الكومبايل داكت او ديزيزز موجوده في البنكرياتيك داكت او ديزيزز موجوده في الجول بلادر. هو طبعا ليه ميزه عن الاي ار سي بي وليه عيب. ميزته ان هو نون انفيزيف وديجنوستيك، لكن العيب اللي فيه ان هو لو في اي ليجن او اي مشكله ما بيقدرش ينترفير فيها، عشان كده دي واحده من عيوبه. يبقى هو الام ار سي بي والاي ار سي بي مش عايزكم تلخبطوا بينهم، ده ليه انديكيشنز ده ليه انديكيشنز. الام ار سي بي لو عيان جالي عنده اوبستراكتيف جوندس وانا مش عارف ايه السبب لسه، فيبقى اول حاجه بعملها هي الام ار سي بي لانه نون انفيزيف وبيبين لي ايمجينج بيكتشر اباوت ذا بانكرياتيك وبيلياري والجول بلادر. لكن لو احتاجنا بقى انترفنشن عشان نشيل حصوه او نحط ستنت او نحط دعامه او نعمل اي حاجه، يبقى لازم ساعتها هنا هنستخدم الاي ار سي بي. حاجه اخيره في الانفستيجيشن اللي هي كوليدوكوسكوب، ده عباره عن منظار صغير كده، ده بنستخدمه في العيانين اللي هم عندهم اوبستراكتيف جوندس واضطرينا ان احنا نعمل لهم عمليه ونفتح الكومبايل داكت عشان نيفاكيويت من الحصوات اللي موجوده. واهم حاجه في العمليه دي ان انا عايز اتاكد ان الجول الكومن بايل داكت بتاعتي بقت فري من الستونز. عشان اتاكد انها فري من الستونز في كذا طريقه، بس اكتر واحده فيهم اكيوريت وبريسايز هي ان انا استخدم منظار، ادخل منظار صغير من الكومن بايل داكت وانا فاتح العيان يبص فوق في الكومن بايل داكت وتحت ويتاكد free of the common bile duct من أي حاجة موجودة فيها. نبتدي نتكلم بقى على diseases of the biliary tree. نتكلم على الحاجات الكونجينيتال. أول واحد فيهم هو الإكسترا هيباتيك بيلياري أتريزيا. ده يوجوالي ديزيز ما هوش كومن، يعني بيمثل بيجي في حاله كل 12,000 ولاده. بيأفكت الميلز طبعا زي بقيه الامراض اكتر من الفيميلز. وسببه ايه؟ بيقال ان هو بيحصل انفكشن او بتعمل انفلاماتوري بروسس في البيلياري تري اراوند ذا تايم اوف بيرث. لكن ايه الاكزاكت ايتيولوجي اوف ذيس ديزيز؟ محدش عارف. ومن اسم العنوان الديزيز كده هو اكسترا هيباتيك بيلياري اتريز، يعني ذير از امبروبر ديفلوبمنت اوف ذا اكسترا هيباتيك بيلياري بارت. قسموا بقى هذا المنظر الى ثلاثة تايبس، والتقسيمات دايما لما بنعمل تقسيمه بتبقى ليها معنى في طريقة العلاج في الآخر. أول تايب اللي هي أتريزيا ريستريكتد بس للكومن بايل داكت. يعني إيه؟ يعني عندك لسه جزء سليم فوق اللي هو الكومن هيباتيك داكت، وإن الجول بلادر بتبقى دايليتد لأنها فانكشنينج نورمالي، لكن المشكلة إن في أتريزيا في الديستال بارت عشان كده مش عارفه تفضي الكونتنتس. تايب 2 ان ذير از اتريزيا في الكومن هيباتيك داكت، فعشان كده هتلاقي الجول بلادر بتاعتنا هنا شرانكن لانها ما بيوصلهاش بايل من الليفر. النوع الثالث والاخير ده طبعا اكثرهم كارثيه، اللي هي اتريزيا بقى واخده معاهم زيادة الرايت والليفت هيباتيك داكتس، يعني الليفر تقريبا مش عارف يدرين الكونتنتس بتاعته. هذا الديزيز طبعا بيبريزنت ايرلي ما بين السكند والسكس ويك افتر بيرث. الولد بيبريزنت ويز جوندس. لما هتعمل ليفر فانكشنز طبعا هتلاقي الليفر فانكشنز بتاعته عالية وفي obstructive jaundice of surgical element. يعني ايه surgical element؟ يعني هتلاقي البيليروبين عالي اللي هو الدايركت
وهتلاقي الالكالين فوسفاتيز از هاي. طبعا ممكن حسب الديجري اوف دامج اوف ليفر تيشو ممكن تلاقي الانزيمز ليفر انزيمز عاليه ولا لا، اللي هي الاسجوت والاسجات. نعمل ابدومينال الترا ساوند هيبين بقى ان في لو في تايب 1 هتلاقي جول بلادر وجزء من الكومن هيباتيك داكت دايليتد، لكن لو في الستيج 2 و3 هيبقى باين ان في فانيش اوف ذا ديستال بارت اوف ذا كومن بايل داكت. عشان نتاكد من هذا التشخيص نعمل هايدا سكان للنيوكليير سكان، هنلاقي ان في النوع الاولاني في الايزوتوب واقفه عند بعد الكومن هيباتيك داكت، هتعمل في تايب 2 هتلاقيها واقفه بعد الاثنين هيباتيك داكتس، في تايب 3 هتلاقي ان الليفر مش مالي خالص في البيلياري تري. علاجها ايه بقى؟ علاجها تايب 1 بنعمل حاجه اسمها هيباتيك رو ان واي هيباتيكو جينوستوم. ورو ان واي هيباتيكو جينوستوم دي هنسمعها كتير في الكورس السنه دي، لازم نبقى عارفين ايه هي الهيباتيكو جينوستومي. هيباتيكو جينوستومي هي كلمة هيباتيكو جينوستومي ان انا جبت الجزء لوب من الجوجنم وعملت له انستموزس مع الكومن هيباتيك داكت. لكن لو طلعته كده لوحده وعملت انستموزس ده بيخلي العيان عرضة ان يحصل له ريفلكس اوف بايل وريفلكس اوف فود ماتيريال الى الكومن هيباتيك داكت. عشان كده الخواجه اللي اسمه رو اللي هي العمليه اتسمت باسمه، وكلمه رو هو ده اسم الخواجه، واي ان هو عمل شكل عامل زي الواي هيباتيكو جينوستوم، ان هو جه عند الجوجنم وقطع فصل الانتستن وبعدين راح ساحب الجزء الديستال وصله لفوق، وبعدين الجزء البروكسيمال راح عامل له انستموزس مع الديستال بارت اوف ذا ديستال لوب. لان كده بقى الميزه ان الاكل بينزل على طول لتحت، مش لازم هيعدي من السكه من فوق عند الكومن هيباتيك داكت، والبايل برضو مش هيرجع للاستومك وهينزل تحت عن طريق اللوب اللي معمول ده، فبالتالي العيان مش هيجي له بيلياري جاسترايتس، وكمان مش هيحصل له كولانجايتس نتيجه الاكل اللي هيرجع في الكومن هيباتيك داكت. تايب 2 و 3 يوجوالي بنعمل لهم حاجه اسمها كاساي بروسيجر، اللي هي برضو رو ان واي، ان انا باجي عند البورتا هيباتس واقوم جايب اللوب بتاعي ده واعمل انستموز بقى بس اند تو اند، يعني بجيب الجزء اللوب بتاعي ده الليمب بتاعت الواي بقوم مثبتها في البورتا هيباتس بعد ما اكون عملت فريينج للحته الاوبستراكتد عشان البايل يقدر ينزل فريلي الى الانتست. نوع تاني من الانوماليز اللي بنسميه كوليدوكال سيست، دي برضو كونجنتال انومالي، فيها بيحصل نتيجة مالفورميشن في الديفلوبمنت بيحصل سيستيك دايليتيشن اوف ذا بيلياري داكتس. ايه برضو السبب اللي بيعمل هذه القضية؟ It is still unknown. بس هم لقوا ان هو بيجي اكتر في دول شرق اسيا، ما لهاش تفسير قوي لان هو ان هو بيجي في المناطق دي اكتر من الدول الاخرى الاوروبيه والغير اوروبيه. طيب سؤال هنا مهم، هذا الديزيز بيبريزنت ات انهي ايج وهيبريزنت ازاي؟ هيبريزنت يوجوالي ممكن بيبريزنت عادة it does not present قبل سن العشر سنين. ونمرة اتنين ان هو ممكن يبريزنت at any age، يعني ممكن يجيلك عيان عنده 40 سنة يتشخص
كوليدوكال سيست، يجي لك عيان عنده 30 سنة يتشخص، 50 سنة يتشخص، لكن هذا الديزيز أعراضه ما بتظهرش قبل سن 10 سنين. إيه هي الأعراض دي؟ إن بيبقى فيه بين في الرايت هايبوكوندرم، بيبقى فيه جوندس وفيفر نتيجة إن السيستيك دايليتيشن دي بيبتدي يحصل ستاجنيشن أوف بايل، لما يحصل ستاجنيشن أوف بايل يبتدي يجي سوبر أديد إنفكشن ومينلي جرام نيجاتيف، تبتدي تعمل لنا فيفر ورايجرز وأبدومينال بين. المشكلة في هذا الديزيز إن لو اتثابت السيستيك دايليتيشنز اللي موجودة في البيلياري تري دي، it might turn malignant later on، تعمل لنا حاجة اسمها كولانجيو كارسينوما. الديزيز ده بيتقسم إلى أربعة خمسة تايبس. تايب 1 اللي هي عبارة عن فيوزي فورم دايليتيشن، زي ما باين عندكم في الصورة اللي فوق على الشمال، فيوزي فورم دايليتيشن of the common bile duct. تايب 2 عبارة عن زي دايفرتيكولم كده طالعة من الميدل of the common bile duct. تايب 3 dilatation at the end of the common bile duct، اللي هو الجزء اللي في الديودينم اللي هو الانترا ديودينال بارت. تايب 4 اللي بيبقى فيه cystic dilatations بقى انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك، يعني هتلاقي الليفر من جوه دايليتد، في cystic dilatations كتير قوي، وهتلاقي فيه دايليتيشن في الاكسترا هيباتيك بيلياري تري، وده بيدوله اسم على بعضه كده سموه كارولي سيندروم. تايب 4 اللي هي بيبقى افكشن اوف ذا انترا هيباتيك بارت فقط. وخليك دايما متذكر معايا ان هذا الديزيز لازم تشيل الجزء الديزيز، لانك لو عملت انستموزس بين هذا الجزء الدايليتد وبين لوب اوف انتستين، يعني فور اكزامبل في تايب 1 لو جبت لوب اوف جوجنوم وعملت هيباتيكو جينوستومي، انت كده بتسيب سورس ان ليتر اون هيديفلوب كولانجيو كارسينوما. يبقى تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 لازم حضرتك هتعمل اكسيجن اوف ذا سيست، وبعد كده تعمل هيباتيكو جوجنوستومي. تايب 4 و 5 لان دول للاسف فيهم حاجات جوه الليفر، فيبقى لا ما لهمش حل غير الليفر ترانسبلانتيشن. دكتور سؤال، هو ليش مش بتحصل اي سيمتومز؟ انا مش سامع الصوت خالص. انا حد بيسأل حاجة ولا بتكلموا مع بعض؟ هو بيسأل يا دكتور بس الصوت مش واضح. بس بسأل انه ليش ما فيش سيمتومز قبل 10 سنين؟ لان هي البروسس بتاخد وقت على بال ما تديفلوب، وفي نفس الوقت على بال انا قلت الاعراض بتظهر لما يبتدي يحصل ستاجنيشن اوف بايل، ويبتدي تبتدي هنا المشكلة. الكلام ده ما بيظهرش في أوائل الأعمار، بيبتدي ياخد وقت عشان الديزيز ده يأكيميليت ويبتدي يظهر الأعراض بتاعته. الانفستيجيشنز بتاعته هي برضو نفس الانفستيجيشنز، ان احنا هنعمل ان انت عايز تشوف ليفر فانكشنز عشان تشوف الجوندس دي، هتلاقي برضو انها of obstructed type، وهتبتدي تعمل بلاد بيكتشر، لان طبعا لو اللي عنده فيفر ورايجوز هتلاقي الانفلاماتوري ماركرز عنده عاليه، وهتعمل له ام ار سي بي، هتلاقي المنظر اللي تحت اللي هو ظاهر ده، وده اعتقد حد يقدر يقول لي اللي تحت دي انهي تايب من الخمسه اللي احنا قلناهم؟ تايب 4. تايب 4 يعني في دايليتيشن اكسترا هيباتيك واخد الكومن بايل داكت، في دايليتيشن موجود في الهيباتيك داكتس، وفي دايليتيشن كمان موجود جوه الليفر، هتلاقي ان في دايليتد بيلياري راديكلز.
نبدأ نتكلم بقى على الديزيزز، وده واحد طبعا من الديزيزز المهمة جدا. اللي هي الجول بلادر ستونز او الكولي ليثيزس. الجول بلادر ستونز دي واحدة من الديزيز اللي فيري فيري كومن، وبالتالي بتحتاج لعملية اسمها كوليستيكتومي، واحدة من العمليات اللي فيري فيري كومن. لان لما هتلاقي ان ال فور اكزامبل يعني في انجلترا بيتعمل حوالي 50,000 كوليستيكتومي في السنة، في امريكا بيتعمل حوالي 600,000 كوليستيكتومي في السنة، وتقريبا لو رحتوا اي مستشفى هتلاقوا ان نسبة عمليات الكوليستيكتومي in relation to other procedures هتلاقي تقريبا ما بين 20-25% من العمليات. نمرة اتنين، وده مهم جدا، ان مش كل عيانين الجول بلادر ار سيمتوماتيك. تقريبا 20% فقط هم اللي بيبريزنت ويز سيمتومز، والعيانين التانيين الباقيين يا اما عندهم ستونز ومش حاسين بيها، او ان عندهم ستونز وديسكفرد انسيدنت لان هو راح يعمل ابدومينال التراساوند لاي سبب ما، وساعتها هيلاقوا ان في حصوه موجوده في الجول بلادر. الديزيز ده كومن لمين؟ بيبقى في الديزيز كومن في الفيميلز، بس طبعا بيجي في اي في الميلز والفيميل، لكن لو نتكلم على الجندر بريفالنس او بريفليج او بريزنس بيبقى موجود في الفيميلز اكتر، وبيبقى وفي مقوله كده بتقول ان هي فاتي بتبقى ست مليانه، فيرتايل بتلاقيها بتخلف كتير، فيميل 50 تو 40 في سن من 40 لل 50، هو ده الكلاسيك بيكتشر اللي هو بيجي فيها الستون. الجول ستونز ار تايبس، انواع. ايه هي الانواع دي؟ انها بيبقى فيها نوعين رئيسيين، يا اما متكونه من كوليسترول يا اما متكونه من بيجمنت. الكوليسترول اللي هو ممكن تبقى تايب 1 تايب 2، تايب 1 اللي هي بيبقى مالتيبل وفاسيتد ستونز، تايب 2 اللي هي بتبقى سوليتري ستون او اللي هنا بنقول عليها سوليتير، سوليتير يعني سوليتري. البيجمنت ستون which الانسيدنس بتاعها از ليس كومن بيبقى يا اما انها براون بيجمنت ستون او بلاك بيجمنت ستون، وهنتكلم على كل واحده بقى منهم ايه الاسباب في حدوثها. نخلي الكوليسترول الاول دلوقتي على جنب، هنتكلم عليها ان ديتيلز، لكن لو اتكلمنا على البيجمنت، ايه اللي بيعمل بلاك بيجمنت ستون وايه اللي بيعمل براون بيجمنت. البلاك بيجمنت ستون ده معناها ان ذير از اوفرلود اوف بيجمنت نازل من الليفر، وده بيبقى ايه سببه او بيحصل امتى؟ بيحصل في حالتين، يا اما اكسسيف هيموليسيس في الار بي سيز، وبالتالي في لود كبير على الليفر، فهذا اللود بينزل من الليفر الى الجول بلادر يبتدي تبريسيبيتيت ويبتدي تعمل لنا كده حصوات طريه كده عامله زي الطينه، بنقول عليها البلاك بيجمنت ستون. الحاله الثانيه ان هو الليفر ديزيز، الليفر ديزيز لما العيان بيبقى عنده مش قادر يهندل البيجمنت بروبرلي في الليفر نتيجه الكرونيك ليفر ديزيز، فهينزل زي ما هو يحصل ان هو يتكوم في الليفر ويبتدي يتجمع على بعضه ويعمل لنا براون بيجمنت، اسف بلاك بيجمنت. البراون بيجمنت ده معناها ذير از انفكشن، وده يوجوالي بيتكونوا في الكومن بايل داكت، ودول بيتكونوا نتيجه ستيزس
بيبقى اوف بايل، وبالتالي بيحصل سوبر ادد انفكشن مينلي باي ايكولاي اللي هي جايه من الانتستين. وليه بتعمل كده؟ لانها بتعمل دي كونجوجيشن في البيلروبين عن طريق البيتا جلوكورونيديز اللي البكتيريا بتعمل له سكريشن، بتحوله فروم سولابل فورم الى ان سولابل فورم، ويبتدي يحصل له بريسبيتيشن ويعمل لنا البراون بيجمنت ستونز. طيب الكوليسترول اللي هي الكومن ستون بقى اللي بتتكون دي ايه حكايتها؟ قبل ما نخش على حكايتها ونفهمها بالظبط، لازم نعرف الاول ان الليفر بيسكريت كوليسترول، وهذا الكوليسترول از ان سولابل، بمعنى ان هو لما بينزل في الميه ده دهون، فالدهون ما بتدوبش في الميه. فربنا عمل ايه بقى؟ خلاها وهي خارجه الكوليسترول خارج معاها بايل سولتس. البايل سولتس دي بتعمل ايه؟ انها كل 25 بارتكل يلفوا حوالين وحده كوليسترول، يحولوها فروم ذا انسولابل فورم into the soluble form، وبالتالي تقدر انها تدوب في البايل وتنزل من غير ما يحصل لها precipitation. effect مشهور اللي احنا بنسميه detergent effect of bile. يبقى كل واحدة كوليسترول متحوطة ب 25 bile salt، وبالتالي بتحولها الى soluble form بدل ما هي خارجة in soluble form. فاحنا لو عرفنا السبب ده هنعرف بقى الستونز دي بتتكون ازاي. نمرة واحد، اي سبب يزود الكوليسترول هيزود اللود اوف كوليسترول. زي ايه؟ اهم حاجة هي الاوبيزيتي، لان الاوبيزيتي بيبقى فيه هاي ليفل اوف كوليسترول، والكوليسترول ده هينزل من الليفر ويتجمع في الجول بلادر ويبتدي يعمل البارتكل اللي يتجمع حواليها بعد كده بارتكلز اخرى لغايه لما تعمل ستون. نمره اتنين، في بعض العيانين اللي بياخدوا ادويه اللي هي ممكن الادويه دي بتاثر في هذا الريشيو، فبالتالي هتعمل disturbance of this ratio، وبالتالي هتعمل لنا حصوات. نمرة ثلاثة وده مهم جدا، هو الدايت ريتش ان كوليسترول. نمرة ثلاثة دي مهمة جدا لان هو بيجي في الفيميلز، وبالتالي الكونترا سيبتف بيلز مهم، ليها دور مهم لانها بتعمل استيزس، ولما يحصل استيزس هيبتدي يحصل precipitation للبارتكلز ايا كان التركيز بتاعها وايا كان الفورميشن اوف مايسل موجود. في حاجات تانية بنشوفها في بعض العيانين مش في انسان نورمال، يعني اللي هي العيانين اللي بياخدوا تي بي ان، لان ده بيعمل disturbance of liver functions وبالتالي بيعمل disturbance في المايسل. نمرة اتنين، العيانين اللي هم بيعملوا عمليات يشيلوا الرايت سايد اوف ذا كولون ومعاه التيرمينال ايليوم، فبيبتدي ديبرايف العيان ده من الانتيرو هيباتيك سيركيليشن اوف بايل سولتس، ويبتدي البايل سولتس سيكريشن تبتدي تقل. دي برضو الأسباب تاني اللي هي بتاعت البيجمنت ستونز، اللي اتفقنا ان هي بلاك وبراون، والبلاك دي نتيجة overload of pigment، فبنشوفها في الكرونيك ليفر ديزيز والهيموليتيك انيميا، والانفكشنز دي بتعمل لنا البراون بيجمنت ستونز. طيب وجود الحصوة في الجول بلادر، ايه هي المشاكل اللي ممكن تعملها؟ نبتدي نمسكهم حتة حتة. نمرة واحد، الحصوة وجودها في الجول بلادر نفسه هيعمل ايه؟ ممكن تبقى سايلنت، احنا اتفقنا وده مش افكت اوي الحقيقة، لكن ممكن تعمل لنا كرونيك
كوليسيستايتس نتيجة كرونيك إيريتيشن، فيعمل كرونيك إنفلاميشن وتؤدي لحدوث كرونيك كوليسيستايتس. نمرة 2 على اللونج ران، يعني العين ممكن يبقى عنده حصوة تقعد 20 25 30 سنة، نتيجة الكرونيك إيريتيشن تبتدي تعمل ميتابليزيا اوف ذا ميوكوزا وبالتالي تؤدي إلى حدوث كارسينوما. طيب الحصوة ابتدت تتحرك شوية ومشيت ووصلت وقفت وسدت السيستيك داكت، هتعمل ايه؟ هتعمل لنا اكيوت كوليسيستايتس، اكيوت انفلاميشن اوف ذا جول بلادر، وممكن يتطور بقى يبتدي يعمل ميوكوسيل، بعد كده الميوكوسيل ده يبقى انفكتد لان في جوه ميوكس والميوكس ده ريتش طبعا ان بروتين، فيبتدي البكتيريا override this contained mucus ويبتدي يحصل empyema of the gallbladder، يعني يتحول إلى bag of pus. بعد كده نتيجة pressure من distension of the gallbladder لأن cystic duct is occluded يبتدي يحصل ischemia of some areas of the wall فتؤدي إلى حدوث جنجرين، وفي الآخر تؤدي إلى perforation of the gallbladder. طيب لو الحصوة دي بقى اتحركت شوية ونزلت إلى common bile duct هتعمل لنا ثلاث حاجات مهمين قوي، أولهم هي obstructive jaundice، نمرة 2 ascending cholangitis نتيجة stasis of bile ودي surgical emergency طبعا، ونتيجة obstruction في lower end of the common bile duct هتعمل لنا وتبتدي تسد الـ secretions of the pancreas عن طريق الـ pancreatic duct فتبتدي تعمل لنا acute pancreatitis. آخر حاجة ممكن تعملها لو الحصوة دي وصلت للـ intestine بس ممكن تعمل لنا intestinal obstruction. إزاي بقى الحصوة الصغيرة اللي عدت من الـ cystic duct ومن الـ common bile duct ومن الـ ampulla of water تقفل اليومن كبير كده زي الانتستين؟ حد عنده تفسير؟ قصدك كذا واحدة نزلوا يعني؟ لا لو في كاستولا دكتور بالظبط، برافو عليك، لازم يبقى فيه فيستولا مع لوب اوف انتستين نتيجة الكرونيك انفلاميشن اللي بقاله مدة، ابتدى لوب اوف انتستين لزق على الجول بلادر ونتيجة الكونتينيوتي اوف ذيس بروسيس يبتدي يحصل بيرفوريشن فالحصوة تنزل على طول من الجول بلادر على الانتستين وتروح تسد فين؟ تروح تسد في أضيق حتة في الانتستين اللي هي عند التيرمينال إيليوم وتبتدي تعمل intestinal obstruction، وهذا الobstruction بنسميه جول ستون ايليس. كلمة ايليس هنا مش معناه paralytic، لا معناها ان هو بيجي يسد الانتستين في اصغر حتة فيها فبيقف عند الاليم، عشان كده سموها جول ستون ايليس. طيب انا هقول كفايه كده النهارده بقى عليكم عشان يعني رمضان لسه في الاول ونديكم فرصه كده اذا كان عندكم حاجه تعملوها او عايزين تذاكروا او حاجه، ونتقابل ان شاء الله زي النهارده الاسبوع اللي جاي. حد عنده اسئله قبل ما نمشي؟ يا دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو ايه الفرق او ايه سبب يكون الكوليسترول تايب اللي هو بيكون المالتيبل او السوليتري، ايه السبب انه يكون في فرق بين؟ لا هو الفرق الوحيد ان التايب 1 اللي هي المالتيبل ستونز دي بيبقوا مور ذان وان اتاك، يعني لما بتيجي تفتح الجول بلادر دي ارجع لك الصوره تاني، يعني بص لو بصيت على الصورة اللي هي اللي فيها الحصوات دي اللي هي تحت على ايدك اليمين هتلاقي في مجموعة من الحصوات وهتلاقي في مجموعات مختلفة في الحجم،
كل مجموعة من دول بتمثل اتاك من الجول بلادر ستون فورميشن، لكن السوليتري ستون عادة بتبقى وان اتاك وعملت ستون وما حصلش اي اتاكس تاني بعدين. لكن ايه السبب ان عين يجي له سوليتري وعين يجي له مالتيبل؟ لا، ما لهاش سبب معين يعني. لكن هي اللي عايزين بس نقوله المعلومة ان تايب 2 ممكن تلاقيها الستونز بتاعتها فاسيتد، وان هتلاقيهم فاريبل ان سايز، وهتلاقيهم مجموعات كل مجموعة واخدة نفس الحجم. يعني هتلاقي ممكن العيان عنده مثلا 12 13 حصوة كل ثلاثة واخدين شكل معين او حجم معين، دول بيبريزنت اتاك اوف فورميشن اوف ذا جول بلادر. ايه النوع موست كومن تايبس اوف؟ نعم، بقول ايه اي نوع منهم الموست كومن من الجول ستونز؟ ما هو الكوليسترول ان جنرال هو الموست كومن، ويوجوالي المالتيبل فورم ده الاكتر يعني. اوكي تمام. لان هو المالتيبل فورم ده بيبقى سيمبتوماتيك اكتر وليه مشاكل اكتر، لكن السوليتري ممكن العيان يبقى عنده سوليتري ستون ومش حاسس بيها يعني. طيب بس مش ممكن تكون السوليتري هي عشان اكبر تكون عندها اثار يعني سيمبتومز اكتر، عشان ممكن تكون افكت او تعمل اوبستراكشن بطريقه اسرع مثلا، فليش تكون هي السوليتري اكتر عن المالتيبل؟ السوليتري عن المالتيبل؟ لا عفوا، انه ليش مش السوليتري يكون عندها سيمبتومز اكتر عشان هي ممكن تسد او لان تعمل هم اوبستراكشن؟ عادة بيبقى زي ما قلت في الاول ان هو بيبريزنت ان في كذا اتاك حصلت، يعني العيان بيسافر بقاله مدة. نمرة اتنين ان هم ممكن بيبقوا فيهم حاجات سمول ستونز بتقدر تعدي وتعمل مشاكل اكتر في السيستيك داكت وفي الكومن بايل داكت. وفي نفس الوقت طبعا لما يبقى فيه مالتيبل ستونز ويحصل كونتراكشن اوف ذا جول بلادر بتبقى بينفول اكتر من سوليتري ستون يعني. اوكي تمام شكرا لك دكتور. نعم، دلوقتي في البيليري اتريزيا حضرتك قلت ان الميلز ار مور افكتد، بس في السلايد بتاعت حضرتك مكتوب ان الميلز والفيميلز ار ايكوالي افكتد. فهل في سبب يخلي الميلز مور افكتد ولا ايه الاصح؟ بس عشان اقول لا، الأصح ميل مور افكتد. هو في اتيولوجي معين ولا عامة لا لا، الميلز ما مور فيش، افكتد؟ ما في امراض كثيره ما لهاش تفسير ليه الميل اكتر يعني. تمام شكرا يا دكتور. بس هو الميلز اكتر، هو السلايد مكتوب ايكوالي بس هو الميلز اكتر من الفيميلز. تمام شكرا يا دكتور. نعم دكتور، ينفع سؤال؟ اتفضل. كان في جزئيه دكتور الانفستيجيشن، كان النت كان ضعيف شويه، فممكن اعرف بس الانديكيشن بتاعت الام ار سي بي والاي ار سي بي والهايدا والديس ادفانتج بتاعتهم؟ الام ار اس بي ده اشعه بتبين بتعمل ديلينيشن اوف ذا بيليري تري والبانكرياتيك تري. فالميزه بتاعتها انها نون انفيزيف تكنيك بيبين لي الكونديشن اوف ذا ذيس ستراكشرز اللي انا قلتها، اذا كان فيها ابنورماليتي، فيها جروث، فيها دايليتيشن، فيها كل حاجه. الاي ار اس بي بيديني نفس المعلومه، بس عيبه ان هو انفيزيف لان ده منظار ويعوز العيان يروح وياخد سيديشن وتحضير. ونمره اتنين ان الميزه اللي فيه ان هو بقدر انترفير معاه، لو لقيت في حصوه ولا حاجه بقدر اخش واشيل الحصوه، لو لقيت في ستريكشر او حاجه بقدر احط ستنت دعامه تعمل بروبر درينج اوف بايل، تريح تعمل امبروفمنت اوف ذا جنرال كونديشن للعيان لغايه لما احل مشكلته. الهايدا انا بستخدمه عشان اشوف الفلو اوف بايل، هل هو ماشي صح من الليفر لغايه لما يخرج الى الانتستين ولا لا. فبالتالي بستخدمه في حاجتين، في الاكيوت كوليستايتس اللي احنا لسه قايلين في اوبستراكشن في السيستيك داكت، فبالتالي الجول بلادر مش هتبقى فيلد. نمره اتنين عشان اسس البيتنسي اوف انستموزس انا عامله ما بين البايل داكت وما بين الانتستين، اتاكد ان البايل ماشي فريلي من الليفر داون تو ذا انتست. تمام
طب ممكن اقدر اقول ان الام ار سي بي والار سي بي نفس الانديكيشن، بس هو الفرق ان ده انفيزبل نون انفيزبل. بالظبط كده. تمام. يعني طب ممكن دكتور لو جالي اتفضل. عيان عنده اوبستراكتيف جوندس، بعمل له الليفر فانكشنز بلاقي ان هو اوف اوبستراكتيف اليمنت، بعمل له الترا ساوند يقول لي ممكن الجول بلادر دايليتد، الجول بلادر ما اعرفش ايه، في انترا هيباتيك بيلياري راديكلز، لكن ممكن ما يدينيش صوره كامله عن التشخيص. ثالث ستيب اعملها ان انا ابعته فور ام ار سي بي، يديني فكره هل هو عنده تيومر في الهيد اوف ذا بانكرياس تحت، هل هو عنده حصوات في البيلياري تري، هل هو عنده اي اوبستراكشن اوتسايد ذا كومن بايل داكت. وبعد كده حسب النوع بقى، لو مالجنسي هنتعامل معاه سيرجري، لو حصوه يوجوالي بنبعته يعمل الاول اي ار سي بي يفضي الحصوه وبعد كده شيل الجول بلادر اللي هي سبب الحصوات اللي موجوده. الكلام ده هنقوله ان شاء الله لما نتكلم على اوبستراكتيف جوندس. يعني اقدر اقول لدكتور ان الام ار سي بي والاي ار سي بي يعني بيستخدموا حسب الافيلابيلتي بتاعته صح؟ لا مش حسب في المكان. الافيلابيلتي، لو انا محتاج ام ار سي بي ومش عندي، ابعت العيان في مكان يعمل الام ار سي بي، لكن تمام. مش عشان انا ما عنديش ام ار سي بي وانا مش عارف العيان ايه فمنزله يعمل اي ار سي بي، لان الاي ار سي بي كمان عشان يتعمل لازم ليه تحضير قبليها، لان العيان عاده بيبقى اوبستراكتيف جوندس بيبقى عنده كواجوليشن بروفايل بتاعه مش مظبوط، فلازم اديله انتيبيوتيك كفرج ولازم اديله فيتامين كي عشان الكواجوليشن بروفايل بتاعه. تمام يا دكتور. ماشي يا دكتور، ينفع سؤال تاني؟ اتفضل. في الرو ان واي اوبريشن يا دكتور، كان ممكن في اللي هي في التايب 1 او التايب 2 و3 في البدايه اتريزيا، كان ممكن بس توضحها لي شويه؟ اصل انا في التايب 1. تايب 1 اكتر، تايب 2 وتايب 3 اهي زي ما باين في الصوره قدامك، ان انا بيبقى عندي لسه جزء من الاكسترا هيباتيك بيلياري داكت، أنهي فبجيب واحدة، اليمين ولا الشمال يا دكتور؟ اللي هي على ايدك الشمال، تمام. بتجيب اللوب اوف انتستن اللي انت فصلته من تحت عن بعضيه هنا، شايف انت الاستومك مش كده، وبعدين مكمله ديودينم، وبعدين بدايه الجوجنم الجوج الديودنم جوجنم، وبعدين المفروض مقطوعه كده صح، ومتوصله أيوة. الجزء الثاني. الجزء الثاني ده احنا خدناه فوق وزرعناه في الكومن بايل داكت او الكومن هيباتيك داكت اسف، تمام. عشان البايل بتاعي ينزل من فوق على طول على الانتستن ما يعديش يمين او شمال على الاستومك يعمل بيلياري جاسترايتس، وبالتالي الاستومك برضو تفضي الكونتنتس على طول بعيده عن الانستموزس اللي انا عامله عشان الاكل ما يرجعش في الكومن هيباتيك داكت ويعمل له كولانجيتس. تمام يا دكتور. تمام. كان في سؤال يا دكتور بالنسبه للهيدا سكان. هذا سكان يا دكتور بشوف فيه اذا كان فيه اوبستراكتيف اوبستراكشن او لا، ولا بشوف بس فانكشن بتاعتها كويسه الهيدا سكان؟ لو في اوبستراكشن المفروض ان انا حسب، يعني لو عيان بتاعي انا شاكك ان هو اكيوت كوليستايتس يستحب ان انا اعمل له هيدا، لو العيان بتاعي انا عامل له انستموزس وحاسس ان هو لسه جوندس معناها ان ما فيش فري فلو اوف داي بعمل له هيدا، لكن لو العيان بتاعي اوبستراكتيف جوندس وممكن تبقى حصوه الهيدا مش هتفيدني في حاجه، اللي هيفيدني بقى ساعتها الام ار سي بي. تمام. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا جدا. ايوه دقيقة واحدة بص عليها. أنا قلت لا الجملة دي صح، أنا قلت إن هو بيبريزنت قبل 10 سنين، لكن مش معناها إن هو لو جالي عيان عنده 40 أو 50 أو 60 سنة إن ما هواش كوليدوكال سيست، وبمعنى آخر إن هو ممكن يوجوالي إت داز نوت بريزنت إيرلي أفتر بيرث زي العيان بتاع الأتريزيا.
لا مش كسيمتومز، ممكن تيجي الديزيز ممكن يجي تحت 10 سنين، بس لو جالك عيان عنده 40 سنة في الأعراض دي وممكن تشخصيه كوليدوكال سيست، يبقى اتيز كوليدوكال سيست. ما تقوليش لا أصل هذا الديزيز لازم يجي قبل سن 10 سنين. بالظبط كده، بما ان الايتيولوجي بتاعه كونجينيتال يبقى مش المفروض يبريزنت متأخر كده. عفوا. دكتور سؤال عن الجولد ستون اللي بتوصل للإليا، ان احنا ايوه هنعمل ان احنا هنعمل انفستيجيشن ازاي ان نعرف ان هي دي جولد ستون وصلت للإليا وعملت انستراكشن؟ لما انت مش لازم هتعرف، انت ممكن اولا تعمل بلين اكس راي تلاقي فيه راديو اوبيك شادو موجود في الرايت ايلك فصه، ده واحد ده يديك فكره. لكن العيان بتاعك عنده اوبستراكشن، فانت هتعمل له اكسبلوريشن مش هيفك، فانت هتفتحه اكسبلوريشن هتلاقي ان سبب الاوبستراكشن موجود في التيرمينال ايليوم، هتحط ايدك هتلاقي فيه حصوه موجوده تحت، هتبتدي تلفت نظرك ان في مشكله فوق مع الجول بلادر. اوكي، يعني اول ما نستكشف نلاقي انه في جولد ستون في الهيليوم هنعمل كمان انفستيجيشنز عشان نشوف في جولد بلادر نفسه مثلا، عشان ما هو لو انت في ستونز الانفستيجيشن يعني. مش هتبين لك حاجه. الانفستيجيشن لو عملت اوكي انفستيجيشن مش هقول لك ان في فيستولا، لكن اللي انت تمام. فتحت العين as an effect of the presence of this fistula. تمام، يعني عشان حالة emergency فنحن بنفتح من الأول وبنشوف إنه في اوكي جولد ستون. بالظبط. العيان انت فاتحه عشان obstruction مش فاتحه عشان الجول بلادر. تمام. فديورنج اوبريشن، وهي العمليه اسمها اكسبلوريشن استكشاف، انت بتفتح العينين دول ما انتش عارف هتلاقي ايه. اوكي تمام، شكرا لك. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. حضرتك في الكوليدوكال سيست يا دكتور، هي حضرتك قلت ممكن حالات كتير بتبريزنت قبل 10 سنين، بس ممكن مثلا تيجي حاجه ادبرس او حاجه؟ لا ادبرس مش هتلحق تبين الاعراض. بمعنى انها هتموت بسرعه يعني، مش هنلحق نعمل نلحقها ان ننقذها يعني، لا ولا مش مش مسألة كده، مسألة ان هو عشان يبتدي يبريزنت ذيس بروسس بتاخد شوية وقت. تمام. عشان كده قلنا انها يوجوالي ويذن 10 سنين في الاول. تمام، شكرا لك. شكرا. نعم اتفضلي. البي تي سي ده صبغة اسمها بيركوتينيوس ترانسباتيك كولانجيوجرام، بنحط بنحدد مكان الدايليتد داكت ونحط فيها إبرة ونحقن بس، خلاص كده التست خلص. لو العيان ده عنده مالجنسي وابستراكشن ومفيش حل آخر يعالج بيه العيان او نحسن الجنرال كونديشن، فهذه البي تي سي بدل ما حطيت ابره بحط مكانها درنقه او اللي هي البيك تيل عشان اعمل درينج للبايل عشان احسن الجوندس عند العيان. دكتور بس سؤال تاني معلش. اتفضل. هو وانا بتذكر انه لما قلت عن البلود سبلاي للبليري داكت بيكون على الساعة 3 وعلى الساعة 6، انا ما فهمتش تسعة الفكرة ثلاثة هاي. تسعة 3 ثلاثة و9 يعني الجهة اليمين والجهة الشمال. ايوه بالظبط كده. اوكي، ولما لما هنفتح في البايل دكت احنا هنفتح انتيريور عشان اقل بلاد اقل سبلاي دامج واصل. للسبلاي واصل للحته دي يعني. تمام، شكرا. عفوا. تصبحوا على خير جميعا. تصبح على خير. شكرا يا دكتور. حضرتك من اهل يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. مع السلامه. شكرا لحضرتك. شكرا.